بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من كثر منتجات الحياة والحياة المعاصرة اللي قاعدين نعيشها، منتجات غذائية ومنتجات مالية ومنتجات استهلاكية، مليان الحياة. يعني ما عادش اليوم أنت تقدر تحصر الحياة بجهة واحدة. إحنا المسلمين في عنا قاعدة، شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرام. الحلال أحله الله عز وجل، والحرام حرمه الله تبارك وتعالى. لكن مع عجقة الحياة اللي إحنا عايشينها، في أشياء ما عادش مبين فيها حلال وحرام، يعني تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى جلسات، تحتاج إلى اتخاذ قرارات، تحتاج إلى مجالس إفتاء، تحتاج وتحتاج وتحتاج حتى يستوضح هالشغلة هاي حلال أم حرام. والنبي حكى عن هذا قديما، قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طب إيش الحل يا رسول الله؟ الحل معظم الناس يأخذ بالمشتبه ما لم تثبت حرمته. وترباية النبي إلنا لا، مش بهالشكل. ترباية النبي أن تترك المشتبه حتى تظهر حله. يعني سابقا الصالحين وآبائنا وأجدادنا والسلف الصالح، إذا كان في شغلة فيها اشتباه احتياطا يقيسوها الحرام، يودوها جهة الحرام، يبتعدوا عنها خشية أن تكون حراما. اليوم لا، اليوم إذا كان في شغلة مشتبهة بأخذوها جهة الحلال حتى تثبت حرمتها. طب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إحنا عشان ندخل الجنة في أشياء يجب أن نتنازل عنها لاشتباهنا إنها حلال ولا حرام، لسه مش واضحة، لازم تتنازل عنها. مو في ناس عنده الطايح رايح، وفي ناس عنده يفعل كل شيء حتى بعدين تثبت. يجب على المسلم أن يتحرز لدينه. بعض المعاملات البنكية مثلا، حلال ولا حرام حلال ولا حرام، فبيقولك أنا بعمل فيها. ما هو في بعض الناس قال عنها حلال وفي بعض الناس قال عنها حرام. الأحوط احتاط لدينك، احتاط لمالك، احتاط لجسدك، احتاط لعرضك، احتاط لآخرتك، الحيطة في أمور الدين. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استفتي قلبك. صح، هو النبي قال استفتي قلبك، لكن السؤال: أي قلب؟ قلب معلق بالهوى والغناء، ولا قلب معلق بالطبل والزمر؟ أم أن النبي قال استفتي قلبك لقلب حفظ القرآن، عرف القرآن، تعلم الفقه؟ أيوة، القلوب مش كلها زي بعض. ما هو في قلب يدور في فلك الدين، درس العلم الشرعي وتفقه على يد العلماء والمشايخ وحضر دروس الدين وتفهم التجويد وأحكام القرآن وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول له استفتي قلبك إذا كان القلب بهذه المواصفات. لكن قلب غافل وبيعرفش طريق المسجد ولا بيعرف العلماء، يستفتي قلبه؟ أكيد لا. برجع بقول لك، دائما وأبدا في حالة الشبهات نصيحة لوجه الله: اترك الشبهة خشية أن تكون مع الحرام. اترك الشبهة لوجه الله، لأنه إحنا قدامنا جنة، والجنة ليست سهل أن تدخلها مباشرة. الجنة تحتاج إلى شيء من التضحية، فأنت تترك شيئا من الشبهات خشية أن تقع في الحرام فتأثم. السلف الصالح كانوا يتركون شيء من الحلال خشية الوقوع في الحرام، هذا اسمه الورع. الورع أن تترك بعض الأشياء الحلال خوفا من أن تقع في الحرام. يعني سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان جعل راتب، بسموها فريضة، جعل راتب لكل من هاجر من المسلمين، كم يعطيه في السنة؟ 4000 درهم راتب لكل مهاجر من السابقين الأولين من المهاجرين، له مرتب في مال الدولة يعطيه 4000 درهم. ويعطي عبد الله بن عمر ابنه يعطيه 3500. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه من المهاجرين،
يعني هو زيه زينا، أعطيه زينا زيه وأعطيه زيه زينا. فقال لا، إنما هاجر به أبوه. هو لما هاجر مش هاجر رغبة منه، وإنما هاجر معي أنا اللي حملته، فهو هاجر صحبة لأبيه ولم يهاجر منفردا. فراح سيدنا عمر ابن الخطاب خصم عليه كل سنة 500 درهم. يا ترى ليش؟ عشان يترك شيء من الحلال خشية الوقوع في الحرام. دائما أبدا خلي هامش بينك وبين الحرام، دائما أبدا ابعد عن طريق الحرام وخلي بينك وبينها فاصل حتى لا تقع فيها، حتى لا تخطئ، حتى لا تزل قدمك، حتى لا تقع في الشبهات، حتى تستبرئ لدينك وعرضك وآخرتك وعقيدتك وإيمانك وجنتك فتدخلها إن شاء الله. دائما وأبدا ما نتزاحم على شيء مشتبه. وبعدين في ناس أول ما يطلع شغل جديد على طول يهجم عليها. طيب ما هو في مطاعيم الآن حرام، وفي أكل وشرب مش معروف، هو مختلط بخنزير، هو مذبوح صح مذبوح غلط. دائما وأبدا تروى وانتظر حتى تظهر لك الأحكام الشرعية واضحة، وبعدها بتأخذ قرارك. إحنا مسلمين، الحد الفاصل بيننا وبين الأشياء اسمه الحلال والحرام. الذي نفعله لازم يكون حلال، وإحنا الله تعبدنا أن نبتعد عن الحرام. يعني أنا مثلا دخلت على مطعم لقيته ببيع خمر، هو الطعام اللي أشتريه حلال، لكن لأني سأشتري من مطعم يبيع الخمر، وأنا بحكي عن دول عربية وإسلامية طبعا، لكن أنا بدي أشتري طعام، الطعام حلال، الطعام حلال، لحم ولا رز ولا شو ما كان هو حلال، لكن المطعم ببيع خمر، أشتري ولا ما أشتري، أقعد ولا ما أقعد، أنا تحيرت. استبرئ لدينك وإطلع من المحل وقل له أنت فاعل غلط، وخلي عندك حمية لدينك، وخلي عندك نصرة لدينك، وخلي عندك كلمة لدينك. ولو أن كل مسلم استبرأ لدينه وعرضه بترك الشبهات والبعد عن مواطن الشبه، الله ينصر الدين. لكن الناس غرقوا في الشبهات فوقعوا في الحرام. اترك دائما وأبدا بينك وبين الشبهات، اترك فاصل، وبينك وبين الحرام اترك فاصل، وبينك وبين ما يغضب وجه الله عز وجل اترك فاصل. ومنقول يا رب أعنا على أكل الحلال ورزق الحلال، ووسع علينا بالحلال، إنك على كل شيء قدير. وتعالوا نشوف ماذا أعد شبابنا اليوم حول هذه الحلقة. لما بتتسأل عن إشي، عن حكم إشي، وبنحكى لك إنه في شبهات أو في شبهة، تبتعد عنه؟ أكيد 100% لازم ضروري. طيب وإيش هي الشبهات؟ يعني الشبهات يعني كل إشي يعني بخلي عين الناس عليك، يعني يصير ينظروا لك نظرة غير النظرة اللي أنت ناظرها لنفسك. يعني على سبيل المثال من واقع الحياة اللي إحنا بنعيشها، يعني إذا أنت مكان معين بيعرفوك ناس كثير وبتمشي مع بنت، فمشيتك مع بنت هي مش محددة، هي مشية عادية أو مشية أنه أنت هيك مجرد زميلة إلك، فالناس بتعتبرها إشي غير، وهي الشبهات. يعني أكيد الإنسان لازم يبتعد عن الشبهات. طيب وإنت من الشبهات اللي بتبتعد عنها مثل شو؟ يعني الشبهات اللي بتبتعد عنها مثل نفس الشيء اللي حكيته، مجلس أنا يعني ما بمشي مع بنت قدام ناس بيعرفوني أو غير هيك، يعني حتى بالليل ما بمشي مع نفسي. حضرتك لما تسأل عن إشي، عن حكم إشي، وينحكى لك إنه في شبهة، تبتعد عنه؟ غالباً آه، يعني بعد ما أتأكد إنه في شبهة أو إشي مش واضح أو غريب صراحة ببتعد عنه. طيب ولما خلينا نحكي شو معنى هو الشبهات أصلاً؟ الشبهات يعني إشي مش واضح، لا هو حلال ولا يعني مش مبين إنه حلال أو حرام. طيب ومثل إيش بتبتعد عن شغلات بتشعر إن فيها شبهات تبتعد عنها؟ يعني البدع أكثر إشي بحس فيه شبهات وببتعد عنه. ما هي الشبهات؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني الإنسان يقدر يميز بين الحرام والحلال. طيب وإمتى يعني بتبتعد عن إشي فيه شبهة، يعني مثل إيش؟
يعني مثل شو في إشي بتعتقد إنه هذا فيه شبهة وبتبتعد عنه؟ إشي يصير لفترة يعني أمر يصير لفترة ما تتقبل النفس، فأكيد رح يكون يعني فيه شبهة، فيه إشي فيه النمج. لما تروح تسأل عن حكم إشي ويحكوا لك إنه فيه شبهة بتبتعد عنه؟ أكيد. طيب إيش هي الشبهات؟ الشبهات أي إشي ممكن يكون قريب من معصية معينة يقدر الإنسان يتجنبها قد ما كان فيه يعني يتجنبها الشبهات. طيب وإيش في إشي أنت بتعتبره شبهة وما بتقرب منه؟ خلينا نحكي العلاقات مو شرعية، ممكن الناس تفهمها غلط، حتى لو كان الشخص، إحنا كمجتمع، خلينا نحكي مجتمع أردني هون، ما بتقبلش الموضوع بصورة نقية إلا ما يدخل فيه أشياء سيئة، فأنا بجتنب هذه الأشياء.